الحديث أسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن جلد ظهرك بحق، وإن أخذ مالك بحق. الكلام ده يا جماعة التفسير ده باطل. قال لو بحق شالوه منك انت ما تخرج، لكن لو شالوه بغير وجه حق انت شنو تخرج؟ لا ده ما صحيح. تفسير يا جماعة لو شالوه بغير وجه حق برضو ما تخرج، لأنه لفظ الحديث كذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وقبلية في مقدمة قلوب شياطين في جثمان شنو انس. دي واحد. اثنين، غير المقدمة دي، لفظ الحديث ذاته اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وشنو أخذ. لفظة أخذ دي بالقوة، لفظة أخذ دي من غير رضا. والدليل في القرآن، قال تعالى في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الأخذ ده يا جماعة الشيل بقوة وإنت أصلا ما دايره، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. دي واحد. اثنين، الرد الثاني وده أقوى، إنه النصوص جاءت في إنه لو شال حقك بالظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال الإمام النووي سترون بعدي أثرة، الأثر الاستئثار بالحقوق، يعني أنت من حقك تخش في الوظيفة الفلانية، يقوم الحاكم لأنه ده من حزبه يدخل فلانا من حزبه ويخليك أنت، وده من حقك، أو حقوقك يشيله هو بغير رضاك. وأمورا تنكرون دي في الدين يعني مخالفات يقع فيها الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ده الجواب على السؤال. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.